بالنسبة لتقصير المعتمر أو للحاج، هل يقصر من جميع الشعر أم من بعضه؟ نعم، هذا سؤال وجيه جدا، وهو أن الحاج والمعتمر مخير عند تحلله بين أن يحلق رأسه وبين أن يقصر شعره. وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاثة. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. فهذا واضح جدا أن الحلق أفضل من التقصير، لكن هل يغني تقصير بعض الشعر أم لا بد من تقصير كل الشعر؟ أقول: أما النساء فيغني، أما الرجال فلا. إن كان يغني بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم، وعلق بالمستحيل. إن كان يغني أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه، جاز له أن يقص بعض شعر رأسه. أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز، لأنه قزع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع، وقال في بعض الأحاديث الصحيحة: احلقوه كله أو دعوه كله. وربنا عز وجل ذكر في لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. لا أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله تعالى محلقين رؤوسكم يعني كل الرأس، ومقصرين رؤوسكم يعني بعض الرأس. هذا كلام غير منسجم. فإذا كان محلقين رؤوسكم كل الرأس، فكذلك مقصرين رؤوسكم أي كل التقصير. ولذلك فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس إلا أن يشمل التقصير الرأس كله. وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكينة المعروفة، ليس المقص، فقد يشت بعض الشعرات على المقص، أما الماكينة فتأتي على الشعر كله، ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة 2 3 اللي هو فليكن. المهم أن القص يشمل الرأس كله. أما النساء فإنما يأخذن بعض شعورهن، ويكفي أن نقول هنا أنه لا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيأخذوا بعض شعورهم، وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص. نعم. يقول أن نوم أخذوا من جميع الشعر لكن ليس كله، لكن من هنا ومن هنا ومن هنا، فهل عليهم شيء؟ طبعا خالف عموم النص، خالف عموم النص، لكن عليه شيء لا ما عليه. بالنسبة للأحاديث الوصفية التي فيها وصف لبعض الناس، هل يؤخذ منها حكم شرعي؟ مثلا كحديث عليه الصلاة والسلام في النساء الكاسيات العاريات: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فبعضهم يأخذ من هذا عدم جواز أن المرأة تسرح شعرها بحيث يبدو أنه كسنام البعير، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح إذا كان يعني مقصودا التشبه بالكاسيات العاريات.
أما إذا جاء عفو الخاطر وليس هناك موضة كما يقولون اليوم يتأثر بها النساء ويقلدنا بأدنى مناسبة يجود بدون هذا القصد، أما إذا قصد فلا يجوز. يا شيخ حاول هذا الذي قصر شيء بسيط من شعره ولم يأخذ يعني كما أسلفت التقصير الكامل، هل حل يعني الحل الكامل من عمره؟ سبق الجواب نعم، لكن حل. يكون آثم قصدك؟ لكنه يكون مقصرا في تطبيق عموم النص. نعم جزاك الله.